تتجه الأندر اليوم إلى الملعب ستاد 5 جويلية 1960 للاستضافة نهائي كأس الجزائر بين فريق مولودية الجزائر وفريق شباب بلوزداد في قمة المباريات اليوم. الكل مشاهدة المباراة، إذا ما عليك فضل الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة وتابع معنا هذا الفيديو حتى النهاية. سوف تلعب المباراة في الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر والساعة 4 بتوقيت غرينيتش، وسوف تنقل المباراة عبر قناة الجزائرية السادسة. النقل الحصري لهذه المباراة تجدون البث في صندوق الوصف عند بداية المباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا لايك والاشتراك في القناة وشاركونا توقعاتكم من المباراة. من سوف يفوز فريق مودة الجزائر وفريق الشباب بلوزداد؟